حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذر العضو السابق عن اللجنة المالية أحمد الحاج من خطورة التلاعب بسعر صرف الدينار مجددا، وقال الحاج إن أي تغير أو تغيير جديد سيربك السوق ويفقد المواطن ثقته بعملة بلده، وبالتالي فإن الاقتصاد العراقي يهتز أمام اقتصاديات المنطقة ويؤدي إلى حالة اللا استقرار، وتبدأ عملية ارتفاع الأسعار تدريجيا وبالتالي يؤدي إلى التضخم الجامح. وأضاف الحاج أن ذلك قد يدفع المجموعة المالية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإخراج البنك المركزي العراقي من المنطقة الرمادية ووضع علامة الاستفهام عليه. كشف خبراء اقتصاديون أن دوائر أمانة بغداد والتسجيل العقاري والضريبة تهدر نحو 60 مليار دينار سنوياً. بحسب هؤلاء الخبراء فإن ملف العقارات يتضمن هدراً كبيراً للمال من خلال الارتباط بثلاث دوائر هي أمانة بغداد ودوائر التسجيل العقاري والضريبة، حيث وصل الهدر إلى 5 مليارات دينار شهرياً وفق دراسة على مدى سنتين في هذا المجال. طالب محافظ واسط محمد المياحي هيئة النزاهة بالتحقيق العاجل بهدر مالي كبير بمنفذ زرباط الحدودي مع إيران بسبب الإعفاءات الجمركية. وطالبت محافظة واسط بفتح تحقيق عاجل بخصوص الإعفاءات الجمركية المرة عبر منفذ زرباط الحدودي لشهر تشرين الأول. وأكدت المحافظة وجود هدر كبير في المال بسبب الإعفاءات في المنفذ التي تسبب تخريب الاقتصاد الوطني والمحلي. دعا عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي إلى تعديل أو إلغاء قرار حجب مفردات البطاقة التموينية عن المواطنين الذين يبلغ دخل الأسرة لديهم 1.5 مليون دينار. دعوة الربيعي جاءت بسبب انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار ورفع سقف حجب البطاقة عن أصحاب الرواتب المتوسطة إلى مستوى يلائم الغلاء ومتطلبات المعيشة، حيث كشف الربيعي أن أغلب العراقيين يعانون من انخفاض قيمة دخلهم الشهري بحوالي 23% بسبب قرار خفض قيمة الدينار، ما سبب ارتفاعاً في أثمان البضائع الأساسية. ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس ليصل إلى أكثر من 9% بحسب وكالة الأنباء التونسية، وكانت تونس توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من أجل دعم ماليتها العامة ومساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية. أعلنت الشركة الكويتية للصناعة البترولية أو للصناعات البترولية المتكاملة بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزهرة. يأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع في الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية. كان مشروع مصفاة الزهرة مخططاً منذ عقد من الزمن، ولكن تم تأجيله مرارا وتكرارا، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنعا للبتروكيماويات في الكويت. لا نترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
والموجز الاقتصادي في أمان الله.